بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه طيبين، ربنا يبارك حياتكم. شكرا للاباء على محبتهم وابوتهم دعوتهم، شكرا لكم جميعا، ربنا يبارك حياتكم. النهضه كلها عن الامانه، هنقول كده كم بيت عن الامانه مع بعض وبعد كده نخش في الموضوع. معنى الأمانة كبير والقلب بها يصير، معنى الأمانة كبير والقلب بها يصير، واللي هيخدع نفسه يبقى حسابه عسير. آمن في ملاك، آمن في شغلك، آمن في قولك، آمن في حياتك. ناس في الدنيا كتير محتاجة لكن ليها ضمير، ولا تمد الإيد ولا تاخد أبدا حق الغير. ناس في الدنيا عاوز اسمع، انا عاوز اسمع تاني من الاول. ناس في الدنيا كتير محتاجة لكن ليها ضمير، ولا تمد الايد ولا تاخد ابدا حق الغير. واللي صون المال هيصونه يعلى ويبقى شهير، واللي خون المال هيخونه يبقى مصيره خطير. معنى الأمانة كبير والقلب بها يصير، واللي هيخدع نفسه يبقى حسابه عسير. آمن في ملاك، آمن في شغلك، آمن في قولك، آمن في حياتك. ناس في الشغل كتير بتكافح لكن ليها ضمير، مهما الشغل يزيد عن حده برضه مفيش تقصير. ناس في الشغل مهما الشغل يزيد عن حده برضه مفيش تقصير، واللي يصون الشغل يصونه يعلى ويبقى شهير، واللي يكون شغل يخونه يبقى مصيره خطير. معنى الأمانة كبير والقلب بيصير، واللي هيخدع نفسه يبقى حسابه عسير. آمن في ملاك، آمن في
آمن في قولك، آمن في ناس في الحق تقول الكلمة حق وليها ضمير، مهما يكون الضغط عليها برضو مفيش تقصير. ناس في الحق مهما يكون الضغط عليها برضو مفيش تقصير، واللي صون الحق يصونه يعلى ويبقى شهير، واللي يخون أنا عاوز أسمع منكم من غير موسيقى، عاوز أسمع منكم بيتين بس من غير موسيقى، عاوز ورقة؟ اتفضلي حاضر. هنقول كده بيتين بس كده، اسمع فقط لا غير، اشوف الصعيد بتاع مصر ولا انتم بقى. معنى الامانه كبير والقلب واللي هيخدع نفسه يبقى حي، آمن في مالك، آمن في شغلك، آمن في قولك، آمن في حياتك. ناس في الدنيا كتير محتاجة، ولا تمد الإيد ولا تاخد أبدا، واللي صون المال هيصونه يعلى ويبقى شهير، يبقى مصيره قطير. ناس في الشغل كتير بتكافح لكن ليها ضمير، مهما الشغل واللي صون الشغل صونه يعلى ويبقى شهير، واللي يخون شغل يبقى مصيره خطير. شكرا، العظة خلصت كده، بس هذه العظة كلها. بسم الآب والابن والروح القدس الله واحد أمين. الأمانة هي طريق السماء، الأمانة هي طريق السماء. بيقول كده، كن أمينا إلى الموت سأعطيك إيه؟ الإكليل. الأمانة في العمل، أمانة في الصدق، أمانة في القول، مش مقصود بها أمانة في الفلوس بس، الأمانة بوجه عام مع الله، مع تنفيذ الوصية، مع الملائكة، أمانة مع الكبار، أمانة أيضا مع الصغيرين. الحياة المسيحية من غير أمانة لا تكون حياة مسيحية، وبصراحة الإنسان الغير أمين غير مسيحي، حتى لو كان اسمه مرقس ولا حنة. إنسان اللي غير أمين إنسان غير مسيحي. أمانة مع النفس، أمانة مع النفس، قال له يقيمه على جميع أمواله. فكركم ربنا في الآخر لما يجي يرقي واحد ولا يندهله، هيقول له يا سعادة الباشا المدير العام،
هيقول لي سعادة وكيل وزارة، هيقول لي يا أستاذ دكتور، هيقول له إيه؟ أيها العبد الصالح والأمين. دي الصفة بتاعتنا. صفتك هنا على الأرض إيه؟ لما هندهلك هيقول لك تعالى أيها العبد الصالح والأمين، مش هيقول لك يا أستاذ دكتور ولا مش مهندس ولا مدير ولا غيره. دي لقب ليك أنت احتفظ بيه من هنا على الأرض. الناس بتحضر رسالة ماجستير ودكتوراه عشان تاخد لقب بروفيسير، وانت بتحضر من هنا للسماء عشان تاخد لقب ايه؟ الأمين. احرص عليه من هنا من دلوقتي. الأمانة مرتبطة من أول نفس حد بطلع معاش، حد بطلع معاش. لا مش عاوز الناس تسمع بس، عاوز نستجاوب مع بعض، واللي هيجاوب هيتعشى على حساب النهاردة. يا عالم هتعشى ولا لا؟ الأمانة حد فين؟ حد واحد يطلع معاش؟ ما لحد امتى؟ سن الخمسين؟ لحد الموت. كن أمينا إلى الموت سأعطيك إكليل إيه؟ الحياة. الإنسان يجاهد، قال كده مجاهدين حتى الدم إلى موت إيه؟ الصليب. مين فينا بيبذل دمه من أجل الأمانة؟ مين فينا؟ ده الواحد يكذب 70 كذبة في الثانية. فين الأمانة دلوقتي؟ ده المسيح زعلان مننا بيقول لنا إيه؟ قلت الأمانة من فين؟ من بني البشر. قد قلت الأمانة من فين؟ من بني البشر. أقول لكم قصة جميلة في البستان عشان البنات والستات يحسوا بالأمانة. أمانة حتى الموت. أيام المعز اللي ما شفناش في أيامه أي عز، حب الباشا يتجوز، دوروا له على عروسة حلوة، قعد يدوروا له في كل مكان، الحد قالوا له ده البنات الحلوة بتتخبى في الأديرة، تتعبد للمصلوب، تتجوز المسيح. فبعتوا يدوروا في كل مكان حد موصل حد أخميم في سوهاج. لقوا بنت أمورة قوي اسمها فبرونيا، عندها 16 سنة. تعالي يا ستي، ده أمك، ده عيالك، خير إن شاء الله، ده أنت هتتجوزي أمير البلاد، تبقى سيدة البلاد الأولى. ده أنا أمينة مع ربنا، مش ممكن هخونه، موتوني ولا أقل بأمانتي مع المسيح. كانت النتيجة إيه؟ موتك، ده احنا هنترقى على حسك، ده احنا هنقدمك الملك هدية وناخد ترقية. قالت لهم أنا هكون أمينة مع سيدي، وخرجت من بيت أبويا من أجل هذه الأمانة. والأمانة مرتبطة بإيه يا جماعة؟ بالإيمان. حتى الكنيسة بتسمي قانون الإيمان قانون إيه؟ حد معايا؟ صح صح؟ تقول الأمانة. ما هي الأمانة؟ يلقى كده في كتبت أسواء الألام والخلاجة وكده، تقال الأمانة. الأمانة هي مرتبطة، هي قانون الإيمان. فأنا إيماني وأمنتي أسيب المسيح عشان أتجوز مهما يكون مين؟ قال لها احنا هناخدك بالقوة. قالت طب اديني فرصة أروح ألم حاجتي من القلاية وأجي لكم. دخلت جوه تعمل إيه؟ يا رب أنا أمينة معاك، مش عاوز أخونك، وأنت قلت يسوع يظل أمينا حتى، ولو أنت أمين معايا أنا أخونك؟ مش ممكن يا يسوع، اديني الأمانة بتاعتي. جالها الروح القدس بإرشاد تجيب أزاز زيت وترشم رقبتها بالزيت، وطلعت تقول لهم بص الزيت ده بقى، ده السر اللي قال لكم عليه امبارح أبونا، الزيت ده هو اللي هيرشم بيه ذاته، لو اتضرب بالسيف السيف بيتكسر. وانت ناس بتخش حروب كتير ومحتاجين للقوة دي، وعشان تحسوا بصدق كلامي أنا هرشم نفسي بالزيت ده وخلي أقوى جنودك يضربني. ضربوها بالسيف، طارت رقبتها تصرخ وتقول إيه؟ مع المسيح ذاك أفضل جدا. أمانة حتى إيه؟ حتى الموت. أمانة حتى الموت. كن أمينا إلى الموت سأعطيك إكليل الحياة. ربما الشبان يزعل يقول مش عجب الستات والبنات. في تاريخ الكنيسة يذكر لما كان إريانس ولا أنصمة، وأغلبكم من الأقصر ونقادة، ده بركة كبيرة يعني، كان يروحوا ياخدوا الناس اللي عاوزين يستشهدوا، اللي عايزين، شفتوا بقى،
ويجمعوهم في ساحة الاستشهاد في الأقصر في أرمنت لحد ما يجي الوالي من أنصنة اللي هي ملاوي حاليا، يقعد شهر شهرين ثلاثة. فكان أبونا كل يوم عشية سبت يعمل عشية ويقول بكرة هروح أناول في ساحة الاستشهاد، بس عاوز حد يجي معايا من الشبان لألا استشهد يرجع بإيه؟ بالذخيرة. كل الكنيسة رفعت إيديها. واحد حكيم زي قدس أبونا حنا كده، أبونا قال يعني هعمل لي فتنة في البلد والصعيدة مخهم إيه؟ قبريات وأسرة مين وعائلة مين؟ قال إحنا نضرب قرعة أحسن عشان محدش ياخد خاطره يزعل مني. جت القرعة على ولد عنده 12 14 سنة على ابن لست أرملة وحدها. قال يا ابني اقعد. قلبه حنيه كده زي الأباء. فالست قامت كده، أبونا ابني أقل من مين في البلد؟ لازم تاخده معاك. يا ست هو طالع رحلة، هو رايح ملاهي، ده يروح ممكن ما يرجعش. قالت له هذا هو أمنية قلبي، مسيحنا القدوس علمنا كن أمينا إلى الموت سأعطيك أكليل الحياة، وأنا عندي إيمان حتى الموت إن ابني لازم يروح معاك. الواد لما شاف مامته ثابتة في الإيمان قال لي أنا أروح معاك يا أبونا، ليه تحرمني البركة دي؟ مشي معاه بعد القداس، حط الذخيرة في جيبه، وأبونا ماشي قدامه حوالي 500 متر كده، قال له يا ابني لو استشهدت ارجع لأقرب كنيسة رجع الذخيرة. وهو ماشي شيطان ضد الأمانة لأن هو إيه؟ غير أمين. طلع عليه الأولاد رايح فين؟ فلفت في إيدك ورينا سارق إيه؟ ويضربوا على إيده كده بإلام ولا بغيره لحد ما كان قطع وريد من الأوردة، دم اتصفى. لحد ما وصل ساحة الاستشهاد سلم أبونا الذخيرة وهو إيه بقى؟ سلم روحه. كن أمينا إلى الموت سأعطيك إكليل الحياة. بالأمانة هندخل السماء. مفيش أمانة مفيش سماء خالص. عشان وقتنا، التلميذ الأمين هيطلع دكتور أمين، والدكتور الأمين هيطلع مدير مستشفى أمين، وهكذا. والغير أمين غير أمين في كل شيء. إنسان الأمين الله يكافئه يعطيه كتير قوي، والغير أمين اللي عنده يأخذ منه. شوفوا بقى حنانيا وسفيرة أمنا. حنانيا وسفيرة أمنا طبعا غير أمنا. الراجل خاف يا بكرة يفقر، خب شوية فلوس وقال بهذه الثمن بعنا الحقل. يسأله بطرس الرسول بهذا؟ قال له طبعا بهذا الثمن. قال له تكذبش عليا، انت بتخون أمانة الروح القدس. يا جماعة لا تحزنوا روح الله الساكن فيكم. الإنسان الغير أمين بيحزن روح ربنا اللي ساكن فيه. خليك أمين إلى الموت تنال إكليل الحياة. شفنا يوسف قد إيه كان أمين امبارح، لدرجة إنه استحق إن هو يرتفع إلى فوق. خرج من الأمانة ابتدائية من جب الأسود، خد الإعدادية عند الإسماعيليين في البير، بعد كده دخل السجن، طلع من الكلية من السجن إيه؟ رئيس وزراء على أرض مصر كلها. إيه أمانتك في الشغل؟ أمانتك في الشغل؟ أمانتك في العمل؟ هات شهادة طبية وخد أجازة مرضية، دي أمانة مننا؟ طبعاً شيء يحزن القلب، لأن المسيح بيقول كن أمينا إلى الموت سأعطيك إكليل الحياة. أو عندنا في مصر واحد يروح لدكتور اكتب لي يا دكتور بقى دواء القلب ودواء الكانسر ودواء مش عارف إيه وإيه وإيه، وفي الآخر يروح الصيدلية يبدله بكلونيا معجون أسنان، دي أمانة؟ دي أمانة؟ عشان كده المسيح صعبان عليه، قلت الأمانة من بني البشر. أو واحد صيدلي متعاقد مع دكتور اكتب لي عدد معين كده وأنا هدي لك بونص معين. مفيش أمانة طبية دلوقتي، مفيش أمانة طبية، مفيش أمانة في الشغل. الواحد مجرد ما يدخل الشغل بيبص في الساعة، وكل شوية يبص إمتى يجي نهاية اليوم عشان يمضي بسلام. أمانة في كل شيء. واحد يسجل أمانه في البنفيت،
سجلوا في ألمانيا، سجلوا في هولندا، سجلوا هنا. يقول لك يا عم هو احنا أغنى من الحكومة؟ دي عدم أمانة. خلي بالك من الحتة دي، خلي بالك من الحتة دي. شوفوا أمانة العذراء. العذراء كانت أمينة حتى استحقت أن يحل في داخلها اللاهوت كاملا. أمينة في الهيكل، أمينة في الصلاة، أمينة بيت يوسف، أمينة حتى الصليب، أمينة حتى بعد الممات، وما زالت أمينة وبتخدم معنا. أقول لكم كده بمناسبة العذراء عن أمانة العذراء مع أولادها. كان غرب اسكندرية في دير اسمه دير الزجاج. الدير ده بقى كان دير راهبات، وكان لقربه من اسكندرية إخوة الرب يروح ياخدوا بركة كل شهر. وأحيانا إخوة الرب دول بيبقوا يعني إيه صعبين، فاضين شوية، إجراسيف قوي في التعامل. رهبة اسمها أمنا كاترين كانت ماسكة الديوكانية أو أوضة خزين الدير، وهي بتوزع. يجوا يبهدلوها بالكلام، يدوها ألفاظ صعبة. خدت حوالي 14 سنة. في الآخر الشيطان ضحك عليها، ما احتملتش، سبت الدير ومشيت. حطت المفتاح بتاع أوضة الديوكانية في مكان بيسموه الطاقة كده، يعني زي شباك صغير في الدير، ومشت ونزلت العالم. عشان تقدر تعيش بدأت تنزل تبيع حبة خضار. زمان ما كانش فيه أعمال ولا شركات ولا غيره. بعد 7 سنين واحدة من إخوة الرب اللي بتاخد البركة منها راحت لها تشتري حاجة من السوق. أنت مش أمنا كاترين؟ ارتعبت الأم. ايش عرفك بيا يا امنها وانا نسياكي؟ ده لسه واخده منك البركه الشهر اللي عدى، ولسه واخده منك قطعه القماش والجلابيه مش عارف في الشهر، ولسه ولسه ولسه. الست بقى ارتعبت جدا، لمت كده حالها، طلعت تجري على البيت تبكي قدام صوره العذراء كده. يا عذراء يا امي، العذراء تكلمها وتقول لها ايه؟ من اجل امانتك ونذرك وخدمتك الله يضيع تعبك ولا إكليلك، وأنا كنت أمينة معاكي، خدت شكلك، خدت اسمك، خدت عملك في الدير. ارجع بكرة هتقابلين على باب الدير، أديك المفتاح، كملي خدمتك. كم سنة؟ كم؟ بعد 7 سنين العذراء أمينة جدا في الخدمة بتاعتها. ما زالت العذراء أمنا تخدم أمينة في كل شيء. عشان كده استحقت إن هي تبقى حاملة نار اللاهوت. أمانة في المرتب، أمانة في المرتب، في فلوس زيادة جت أوفر تايم، روح كده فرحان. طب أنت اشتغلت أوفر تايم ولا زوقت أوفر تايم؟ عملت إيه بالظبط؟ أمانة في الزوجة. حتى دي بنسمع في الاعترافات كتيرة جدا، خلي بالك مش حاجة تنفعك. تيجي تقول لي يا ابونا انا خدت 10 جنيه من جيب جوزي وانا بغسل البنطلون، لقيت 100 خدتها، مش عارف قلبت في الجيب لقيت 50. طب وقلت له قالت لي ابونا هقول له على ايه؟ ما مكسوف اقول له، هقول انا حرامياية؟ لازم تقولي له انت امينة معاه في كل شيء، مش تمد ايدك. حتى الفلوس ده هي كانت بتاعتي، لا يا ابونا انا بصرفها في البيت، برضه سرقه، بساعد بيها بابا، برضه سرقه. كن امينا الى الموت اعطيك اكليل الحياه. امانه مقرونه بالبركه. الامين في القليل امين في الكثير. في مره واحد عمل ملك كده او راجل غني عمل حفله عيد ميلاد، وحب يكافئ العمال اللي شغالين عنده. عنده طباخ، عنده سواق، وعنده راجل كده عامل في البيت كده جناين وغيره. فبعد الحفلة بص يا جماعة انتوا كنتوا أمنا معايا في الشغل، فأنا عاوز أكافئكم في خاتم ذهب وادي 2000 جنيه وفي كتاب مقدس، واللي عاوز حاجة ياخدها. واحد كده قال له يا عمي اديت الخاتم كده تظهر بيه قدام الناس. التاني
ألا ناخد الألفين جنيه أجيب اللي أنا عايزه. والثالث مسك كده كتاب قال هذا هو الذي علمني الأمانة والآن أستحق المكافأة أن أخذ كلمتك هي الأمانة الحقيقية. إذ بالمفاجأة الكبيرة إيه؟ أن الراجل الملك ده حاش بين كل ورقة 100 جنيه، كل بين ورقة 100 جنيه مجموعها حوالي 12,000 جنيه. مين اللي كسب؟ الأمين، الأمين على كلمة ربنا، اللي عايش بكلام ربنا هو الإنسان الأمين، هو اللي استحق ياخد المكافأة وياخد البركة. عكس عدم الأمانة واحد صعيدي، حد من سوهاج هنا؟ أشكر ربنا يبقى من سوهاج عشان أنا بس كده. كان بيتاجر في روح الخل، وكان زمان السفر بالمراكب كانتش فيه شحن ولا غيره، وكان بيسافر في البحر مدة 20 يوم وشهر. يجي الراجل يجيب روح الخل، دي عبارة عن براميل، يروح يزود كل برميل صفيحة مي، كل برميل صفيحة مي. يا خواجة اتقي ربنا، ده انت شماس في الكنيسة يا عم، تعمل ايه صفيحة البرميل؟ قول الحكاية زادت شوية زي ما قلنا في الترنيمة كده اشتهر. لكن الغير أمين المال هيخونه. جه في مرة مسافر والمدام عاملة له كده أكلة، قعد في البحر كام يوم، فطلع كده بعد ما أكل، ما كانش فيه محفظة، جلد كان كيس القماش 5 نجوم كبار يعرفوه افتكروه، طلع إيده كده يمسح في الفوطة اللي هي ربنا ادهاله. غراب على سير المركب شم ريحة الأكل، نزل نتش الكيس من إيده يقعد ينبش فيه، فاكر في أكل، شوية مية فلوس يقعدوا في المية، وشوية في المركب شوية في المية. قال له يا خواجة ما تشوف اللي بيحصل؟ قال له شوف إيه، هي عدم الأمانة كده، تمن المية راح للمية وتمن الأصل إيه رجع لي تاني. خلينا أمنا، الأمين في القليل يقيم ربنا على إيه على الكتير. يوسف وبولس وسيلة كانوا في السجن، شوف الأمانة بقى، السجن اتفتح وسجان فيليبي فكر الناس كلها هربت، ما تهرب يا بولس، ما تهرب يا سيلة، الباب مفتوح حد شايفك. لكن صرخ وقال له نحن هنا موجودون. طب انتوا ما عرفتوش ليه زي الباقي؟ لا اصل احنا امناء. عشان كده الكتاب المقدس ركز على الحته دي عشان الامانه اللي هي موجوده. امانه في الكلام، وحتى دي تعبانه كلنا بصراحه. الكلمه تبقى 10 او ممكن ما تبقاش الكلمه 10، التون الموسيقي نفسه. زي مره واحده راح تزور واحده بتقول لها اسكتي مش فلانه جابت ولد اسمر، قابلها التانية انت ما درتيش مش ام فلان جابت ولد اسمر، ما غيرش حاجة. اللي بعديها ما درتيش مش فلانة جابت ولد كده هو فحمة سودة، يبقى من اسمر لاسمر لفحمة. خلينا امناء في الكلام. مسيح ركز وقال الحق الحق اقول ايه لكم، حق المسيح كلمة حقانية ما تتغيرش ولا تتشكل حتى عشان معناها ما يضعش. فاكرين أكيد طبعا عدم أمانة الكلام، الست اللي راحت زارت أسرة وبعد ما مشت ياه شوية تبوس فيها وتحضن فيها يا حبيبتي يا غالية عليا، وبعد ما مشت أعوذ بالله سبحان ما مشت، ده الست دي بوشين. اتلف الأيام بعد 5 6 شهور تروح تزورهم في البيت، طفلة تبص كده فيها من قدام وتبص من ورا، فبتقول حبيبتي في ايه؟ قالت لي يا طنط ما فين الوش التاني؟ اصل ماما بتقول عليك بوشين، فين الوش التاني؟ خلي بالكم، خليك امين في كلامك عشان الشيطان ما يفضحكش، هو عاوز يفضحك، لكن خليك امين الى النفس الاخير. خليك أمين في الصلاة، وعاوزكم تركزوا بس 3 دقايق. هقرأ كده كم آية من سفر حزقيال الإصحاح 47 عدد 3، وبيقول
وإذا بي أتى ملاكا من المشرق. وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه والمياه إلى الكعبين. ركزوا بس في الثلاث حاجات دول من فضلكم. ثم قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه والماء إلى الركبتين. ثم قاس 1000 ذراع وعبر بي والماء إلى الحقوين. ثم 1000 ذراع وإذ بمياه سباحة عميقة جدا. إيه الكلام ده اللي قاله معلمنا حزقيال للنبي؟ المية رمز للتطهير، والمسيح لما اتعزم عند الفريسي حتب عليه، ده عدم أمانة. قال له، فكر كده فيه وقال له لو كان نبيا لعلم من هذه المرأة. فالمسيح قال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك، دخلت بيتك ماء لم رجلي لم تعطي، كان ده التقليد، لكن هي مسحت بالدموع عينيا. فالمسيح عاتبه قال له فين أمانتك؟ التقليد المعروف إن لما يجي ضيف عند حد يغسل له رجليه، وده رمز للتطهير والرضا والقبول للزيارة. أنت رضاك إيه للمسيح؟ شوف بقى، شوف الأمانة في الصلاة تعمل إيه. وإذ بعبر الماء إلى حد فين؟ لا لا، هجاوب أخذ 5 جنيه مصري. إلى كعبين، 500 لحد الكعبين، والكعبين ده رمز اللي قلنا لإيه؟ للتطهير. الأمين في مقابلة ربنا، الأمين في عمقه في الصلاة، الأمين في علاقته مع ربنا. هشوف توصل لحد فين. الماء إلى الكعبين. عجبته الحكاية، اتطهر، تاب، اعترف، قبل المسيح. أول شروط القبول إن هو إيه؟ يغسل الرجلين. وإذ بعبر بي 1000 ذراع، والذراع 50 سنتي تقريبا، يعني إيه؟ 0.5 متر، يعني 500 متر تقريبا. الماء إلى الكعبين، الماء إلى إيه؟ الكعبين. تطهر، المية وصلت الكعبين، دخل في عشرة حلو مع ربنا، بيه أمين والمسيح فرح بيه. إذا الماء إلى الركبتين. طب إيه الركبتين؟ حد يعرف الركبتين يعني إيه؟ لا أنا عايز حد يستجيب معايا. نعم، الصلاة، برافو عليك. الركب، قوموا الركب إيه؟ المسترخاة. ويقول كده داود النبي وارتعشت ركبتاي من كتر السجود. شفت أبونا يوسطس الأنطوني دخل في عشرة، كان أمين قوي مع ربنا في حياة الصلاة، لدرجة أنه كان تقريبا في اليوم مش عارف كام 100 مطانية. خش كده وشوف، ادخل العمق ده. بعد ما تطهر، بعد ما تخش في حياة صلاة عميقة، هيسيبك؟ لا، ده أمين جدا، يقول لك تعالى، يخش بيك حد كمان 1000 ذراع أخرى. المية توصل حد فين؟ الحقوين. والحقوين رمز الإيه؟ ستات أشطر النهاردة، ستات إيه؟ في مرة كنت في نهضة في مكان ما وبقول ستات أشطر، فالرجاله زعلوا، قالوا ابونا ده ما يخش البلد دي تاني. فربنا يستر. الحقوين، فاكرين قصه يعقوب؟ عظمه الحق في التشريح بقى، اللي هي العظمه الماسكه المفصل. وقال عنها سفر الرؤية في آخر إصحاح،
يقوم ويكفف كل دمعة كانت في عينه ويتمنطق، يقوم وإيه ويخدمهم. ده رمز للعمل، للجهاد. الأمين ما بينامش، اعتاب واعترف حلو، صلى ما يسكتش، في أمانة في قلبه مشعللة، يعمل إيه؟ لازم يعمل، لازم يشتغل، لازم يشتغل. سيبني يا أم مش هسيبك، طب اديني علامة عهد إنك أنت راضي عني. راح خبطه على إيه؟ على حق فخزه، كسر له كده عظمة الفخز. دي علامة الجهاد والبركة. هل إحنا بنجاهد؟ هل إحنا بنصلي؟ هل إحنا أمنا لدرجة إن إحنا بنركع ولا بجيبك الكنيسة بالعافية؟ هو أنا شكلي وحش للدرجات دي تقول لكل الناس صباح الخير وتصبح على خير وأنا مش عايز تتكلم معايا؟ على فكرة المسيح زعلان وبيقول لك كده أعطيكم القفا للوجه. ليه ده أنا حتى يعني حلق حلاوة وكل مشتهيات؟ ده أنا اديتك نعم وحياة أبدية، إيه مزعلك مني؟ فين أمانتك معايا عشان أخدك معايا في أبدية طويلة في السماء؟ فين هذه الأمانة؟ أمانة في الصلاة. طبعا أغلبكم رحت نقادة، في دير هناك اسمه الأنبا بسنتقوس أسقف نقادة. الراجل دي كان يقف يصلي، جت عقربة لدغته كده في رجله، يعمل إيه؟ ينتر رجله؟ لا طبعا، من أجل أن هو أمين جدا واقف أمام الله الديان عادل. شوف اللي حصل، السم انتشر من أول رجله لحد ما وصل لقلبه، شاف إيد المسيح وسمع الصوت اللي بيقوله من أجل أمانتك في وقوفك أمامي الرب ينزع عنك إيه؟ ألامك. مشط المسيح إيده كده نزع منه السم. هل إحنا أمنا؟ أمنا في قراية الإنجيل؟ ده في مرة جاني واحد قال لأبونا أنا أخطيت حالني وزعلان من نفسي. بقول له ليه؟ أصل أنا بقرأ الإنجيل وأنا قاعد، كتاب بيقول إن صوفية اسمعوا إيه؟ أقف واسمع. وأنا يا أبونا قاعد، دي صح. قلت في نفسي ما أنا ما بقراش خالص أعمل إيه؟ شفت بقى الواحد فينا بيفكر، ما أنا ما بقراش خالص أعمل إيه؟ أمانة في القراية، أمانة في كل شيء، كن أمينا إلى الموت سأعطيك إكليل الحياة. أمانة في التعليم، يقول كده معلمنا بولس الرسول أهل فيليب مقدمين نقاوة في التعليم. يجي واحد يقول لك تعالى نعمل اجتماع النهاردة وهنتكلم عن المسيح المخلص، بس احنا في نهضة العذراء. عذرة مين بس؟ سيبك، احنا نبص للمسيح الأساسي، سيبك من الفرع. إن لم تكن العذراء لم يكن المسيح، إن لم تكن العذراء لم يكن المسيح، لأن هو قال كده بإنسان واحد دخلت الخطية وإنسان آخر ونسل المرأة يسحق. تعال تكلم عن التوب والاعتراف، ما فيش اعتراف، توب لربنا، دي مش أمانة. مقدمين نقاوة في التعليم، كلنا في المسيح واحد، ودي المغالطة اللي بيغلطونا بيها دايما. أمانة في الاعتراف، هتروح السماء بدون اعتراف؟ بحد بنعترف. مرة جاني واحد كده قال لي أبونا أنا عايز أعترف، شاب كده عنده 18 سنة. قلت له اتفضل. قال لي يا ابونا شفت خطايا يعني؟ ماشي حبيبي اتفضل. قال لي يا ابونا شفت خطايا من كنت تعملها وانت قدي. قلت له مين قدك وانا وقدك؟ كنت لساني طويل واقول حاجه زي كده، كنت بقى مكسوف من نفسي حتى لو كنت بعمل خطايا بقى مكسوف. قال لي يا ابونا يعني انت عارف. دي اعتراف يا جماعه؟ ولا تيجي واحده تعترف على حماتها وابونا يروح يقول لها روحي ابعتي لي حماتك عشان اقرا لها التحليل وهي قديسة ما بتعملش خطايا. اعتراف زي ما حصل بني إسرائيل لما جم خرجوا من أرض مصر عشان يروحوا من أرض العبودية إلى أرض الموعد. فاكرين فرعون عمل إيه؟ قعد يساوم زي الشيطان ما يساوم معانا دلوقتي. تعال يا موسى أخرج ارفع الضربة بتاعتك بس بلنا الحيوانات. يروح إيه؟ يرفع الضرب يضحك عليه، تعال سيب لنا مش عارف الذهب، سيب لنا مكتنة، سيب لنا ست، سيب لنا سيب لنا. في الاخر موسى قال له ايه؟
شوف الأمانة يا جماعة. قال له إيه؟ قال له بص يا فرعون، نحن نخرج ولن نترك وراءنا إيه؟ زلفا. إيه هو الزلف؟ إيه الزلف؟ قصقصة الظفر، صح كده؟ عشان واحد يطلع من أرض العبودية، عبودية الشيطان، يروح لمجد أولاد الله، ما يسيبش للشيطان بضاعة بمقدار إيه؟ قصقصة الظفر. خلصك، قدم توبة حقيقية، كن أمينا في اعترافك، هتوصل للملكوت. بدون الأمانة مش هتشوف الملكوت أبدا. لو اعترفت 50 مرة في الساعة بس بدون اعتراف حقيقي وتوبة حقيقية وأمانة وتدقيق في كل شيء. افتكر مرة قلت لكم عن واحدة ملكة جت تعترف، ملكة جابولها 2 كده، أب كاهن كبير فترة في الكهنوت، واحد شاب لسه مرسوم جديد، قعدت تعترف. خلصتي؟ اه خلصت. اقرا لي يا ابونا التحليل. قال له اقرا لي انت. ابونا الكبير في السن ما رضيش يقرا التحليل. يا ابونا اقرا لها التحليل، ما تحرجناش، ده الملكه. قال له اقرا لها انت. وفي الاخر ما رضيش انقاذ الموقف، راح ابونا الشاب ده ماسك صليب وقرا لها التحليل وروحت. لكن الملكه بالليل طول الليل في صراع، ليه ابونا ما رضيش يقرا لي التحليل؟ ابونا التاني صحيت الصبح وطلعت تجري على الكنيسه، طلبت ابونا الشيخ فقالها انت امبارح ما رضيتش ليه تقرا، انت مش عارف ليه سلطان انه ممكن؟ قال لها بص يا ملكه، انا الله اراني خطاياك في شكل حشرات، تقولي خطيه تطلع صرصار، تطلع قنفسه، تطلع برص، تطلع مش عارف ايه، لكن انت غير امينه في اعترافك. في تعبان كبير كل ما يحاول يطلع تحط عليه حجر، كل ما يحاول يطلع تنزل عليه حجر. بكت قدامه قالت له بالفعل يا أبي في خطية فعل وأنا غير أمينة إن ما ذكرتهاش أمامك. قالها دلوقتي ممكن أرى لك التحليل. ارفعوا الحجر، كفاية العمر قليل، هتخبي إيه؟ ما اللي بتعمله بيعمله العالم كله، ما الشيطان هو هو الشيطان من دور إلى دور. إيه الفرق بينك وبين القديس أغسطينوس؟ إيه الفرق؟ أمانة في التوبة. قديس أغسطينوس كان يعني عامل حاجات كتير مش حلوة، لكن لما صمم يتوب كان أمين جدا. جاي بتقول لي أغسطينوس، الست اللي هي كانت يعني عايشة معاه في الخطية، قال لها أغسطينوس مات. أغسطينوس إيه؟ مات. طب حن وارجع، ده احنا قضينا ايام حلوه. قال لها ابدا، اغسطينوس مات. انا النهارده امين جدا مع ربنا في توبتي، ومش ممكن هرجع تاني الى الخطيه علشان اعيش حياه ابديه سعيده، لان بدون الامانه والتوبه لا نعاين ايه؟ الله. الانسان الامين هيكون امين جدا في كل حياته، امين في كل ما هو يسند اليك من عمل. خليك أمين حتى لو كان هدفك نبيل، نفذ ما هو. عشان كده الآية الجميلة على ابناء الطاعة تحل إيه؟ البركة. مرة أنبا بخوميوس أب الشركة حب يسافر، فجاب راهب من الرهبان قال له أنت عليك المطبخ الأسبوع ده، هو تفضل أدي مبلغ تأكل كل إخواتك الرهبان وتعمل كيت وكيت وكيت. سابه ورجع بعد أسبوع، فبيسأل الرهبان إيه الأخبار؟ قال له يا أبانا، الراهب اللي أنت وكلت علينا ده عيشنا أكلنا كل يوم ملح وكل يوم صيام وكل يوم بسلة مش عارف ناشفة مبلولة كده بمية، هو عمل كده؟ قال له آه. راح بعت لأبونا بتاع البطن قال له تعالى، مش أنا ائتمنتك واديتك وكالة أمانة؟ قال له آه. قال له عملت إيه؟ قال له اسمع، أنا علمتهم حياة الصوم. إزاي؟ قال له منعتهم من الأكل عشان يصوموا، ووفرت الفلوس اشتريت بيها خوص وعملت أفف عشان نبيع الأفف ونزود دخل إيه؟ الدير. أما أبو خميس قال له طب روح هات الأفف اللي أنت عملتها. راح جابها راح ولع فيها النار. قال له من أجل عدم أمانتك للقانون اللي انت واخده وتدريبك
والأمانة اللي أسندت إليك في عمل تضيع أخواتك، الفضيلة تقتنى مش لما تكون محروم منها، لما تكون قدامك وتحرم نفسك عنها، دي تعتبر بر وفضيلة، هتصومهم بالعافية. أمانة في كل ما تستلمه من مسؤولين، أمانة في حياة التوبة، واختم بكده وكفاية. ودي الهدف، هل احنا أمناء في التوبة؟ نعترف بأن كذا سنة، واللي بنقول النهاردة بنقول الأسبوع اللي جاي وإنها السنة الماضية، حد إمتى هنبقى أمناء؟ حد إمتى أروح أفرح قلبه ونقول أبونا أنا خلاص بطلت الكذب نهائيا، بقالي شهر أنا رقيب على نفسي ما كذبتش، أبونا أنا مع عيني ما زغتش يمين ولا شمال، كان زمان عيني زايلة، دلوقتي أشكر ربنا أنا حافظ نفسي طاهرة. كل بر يفرح أبونا بحاجة. أبونا يوسف أسعد الله ينيح نفسه، راح في مرة يفتقد أسرة فدخل بيت غلط، خبط على البيت طلعت له واحدة سورة عارية، قالت له اتفضل. أبونا اتكسف جدا، قال لها يا بنتي استوري نفسك، قالت له أبونا مش عاجبك مع السلامة. دخلت جوه اتمددت على الشازلونج قدامه فاكراه زبون من الزباين الشر، وأبونا قاعد عمال يصلي ويكلم يتكلم يتكلم، وفي الآخر قالت له في حاجة تاني؟ قال لها لا، ممكن أجي أزورك تاني؟ قالت له عندك وقت عاوز تضيعه تعالى. راح بعد يومين نفس الحكاية، وبعديها نفس الحكاية، كل مرة بدأت إيه يعني تستر جسدها شوية، آخر مرة بقى شوف بقى حياة الأمانة الحلوة، راحة ولابسة لبس محتشم جدا، قابلته أول مرة تسلم عليه تبوس على إيده، قالت له أبونا أنت جيت هنا كم مرة؟ قال لها 5 مرات تقريبا، قال لها النهاردة تسمعني، النهاردة تسمعني، سمعتك كتير. قعدت يا أحبائي تقول اعترافات بدموع صادقة، قالت له أبونا أنا عاوز أطلع من مكان الشر والخطية. قال اطلعي. قال طب انا رايح على مشوار تاخدني في طريقك، تعمل ايه بقى؟ جابت له شوال فلوس، كلام ده من بق المتنيح ابونا يوسف اسعد، شوال فلوس. قالت له ابونا اتفضل انا في غنى على الفلوس دي، دي الفلوس دي غير امينه انا فيها والشغل اشتغلت. قال يا بنت زيت الخاطئ لن يدهن ايه راسي، ما ينفعش اي حاجه تقدم لربنا. يا ابونا افعل بيه، ما كانش قال اعملي انت، شوف الامانه بقى، خدت طب خدني في طريقك، وهو رايح الكنيسه خدت شوال باللي فيه حدفته فين؟ في الترعه او في النيل، وقالت له من الان هكون امينه جدا مع ربنا ولن ارجع الى الشر ايه؟ ثانيه، كن امينا الى الموت ساعطيك اكليل الحياه. اله السماء يعطينا حياه الامانه حتى نصل إلى السماء، لأن بدون أمانة ما فيش سماء. أمين في صلاتك في اعترافتك في توبك، بدون أمانة ما فيش سماء. ربنا يبارك حياتكم، شكرا للأباء على محبتهم ودعوتهم واستحمالهم لضعفي، شكرا لكم جميعا، في بركة تتوزع عليكم زي ما عدت امبارح، زيت من العذراء، زيت من البابا كيرلس خميرة كان مديها لأبونا رفائيل وهو بيعبيها بذات ويوزعها كده يعني لأحبائه، وزيت كانت العذراء اديته لأبونا في التاوس السرياني، مصدره ده أبونا مقار السرياني، هو كان بيخدم مع أبونا، فالزيت ده كله مصدره زيت بركة، مصدره العذراء، مصدره البابا كيرلس، كل واحد هو نصيبه هو رزقه وبركة، كل بركة ليكم، ربنا يبارك حياتكم، لإلهنا كل مجد في كنيسته إلى الأبد آمين.